استضافت مملكة البحرين الورشة الإقليمية التي نظمها مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز بعنوان تطوير برامج التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء مهارات ومهن المستقبل. وخلال الورشة أكد المتحدثون حرص مملكة البحرين على الدفع بعجلة التنمية في القطاع التعليمي واعتباره عصب التنمية الاقتصادية المبنية على المعرفة، مشيدين بمبادرات الدول العربية لتطوير برامج التعليم الجامعي، كما شددوا على أهمية إتاحة خيارات التعلم وتوفير منصات إلكترونية تفاعلية لضمان استدامة فرص التعلم مدى الحياة والتكيف الآمن والسلس للبرامج مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، إضافة إلى التركيز على المهارات والخبرات المهنية. جاءت هذه الورشة بالتنسيق مع اليونسكو ومجلس التعليم العالي بحضور أكثر من 550 مشاركا يمثلون 150 منظمة عالمية. هذه الورشة جدا مهمة لدراسة متطلبات سوق العمل في ضوء عالم سريع التغير. ندرس كيفية تطوير المناهج الدراسية وبرامجنا الأكاديمية بشكل يساعد الخريجين على الحصول على وظائف واعدة في جميع القطاعات بالشراكة مع جميع الشركاء في قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى المعنية في مجال التعليم العالي. وكذلك الاستفادة من الخبرات الموجودة اليوم معنا في الورشة بالتنسيق مع مركز اليونسكو الإقليمي بمشاركة تقريبا 500 مشارك من 150 منظمة عالمية. هذه الورشة لاستعراض نتيجة دراسة حقيقة قام بها المركز في كمشروع دراسة تطوير بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين بموجب الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز التعليم ووزارة التربية والتعليم. طبعا هذه الورشة تركز على قضية تطوير برامج التعليم الجامعي في الدول العربية، ولذلك تم اختيار عدد من الدول العربية للمشاركة في هذه الدراسة التشخيصية الميدانية ومقارنتها حقيقة ببعض الممارسات الفضلى في الدول المتقدمة، وتقديم في نهاية المطاف، وهذا هو الأهم الحقيقة، اللي هو الإطار الاسترشادي لتطوير برامج التعليم الجامعي في ضوء مهارات ومهن المستقبل.